الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. مكملات الجلوتامين ودورها في الرياضة. الجلوتامين واحد من الأحماض الأمينية العشرين التي تدخل في تركيب البروتينات الغذائية، ويعتبر حمضاً أمينياً أساسياً شرطياً، أي أنه يعتبر أساسياً في شروط محددة كالمرض وخسارة العضلات بسبب الردود والصدمات الجسدية. يتواجد الجلوتامين بكميات جيدة في اللحوم والبيض، وكذلك على شكل حمض أميني معزول ومنفصل في مكملات الجلوتامين وفي بعض المكملات الرياضية الأخرى. يعتبر الجلوتامين فعالاً وضرورياً لصحة الأمعاء وجهاز المناعة، إذ تستخدمه الخلايا كمصدر مفضل للطاقة أكثر من الجلوكوز. وعلى الرغم من وصفه بأنه يبني العضلات، إلا أن دوره لم يثبت في تعزيز بناء العضلات عند الأشخاص الأصحاء، ولكنه أثبت فعاليته لدى أولئك الذين يعانون من الصدمات الجسدية كالحروق أو جروح العضلات، كطعنات السكين، أو في الحالات المرضية التي يحدث فيها تلف للعضلات كمرض الإيدز. المصادر الغذائية: يوجد الجلوتامين بكميات عالية في معظم اللحوم والمنتجات الحيوانية، وكذلك في منتجات الألبان، فضلاً عن توافره على شكل مكملات الجلوتامين أو ممزوجاً مع أنواع أخرى من المكملات الرياضية كبروتين مصل اللبن ومكملات بروتين الكازيين. يشكل الجلوتامين نسبة وسطية قدرها 4.7% من مجمل بروتينات اللحم البقري و4.3 من بروتينات البيض، في حين تتراوح نسبته في منتجات الألبان بين 8.7% و9.2%، ولكنها تنخفض في الحليب مسحوب الدسم إلى 8.08% من مجموع البروتينات الموجودة. أما نسبته في الأرز الأبيض فهي 11.1%، كما أنها ترتفع في الذرة إلى 16.2% من نسبة البروتينات الموجودة فيها. أما المعدل الوسطي لتناول الجلوتامين فيكون بحدود 6.85 غراماً في اليوم لكل شخص. يذكر أن نسبة الجلوتامين في المنتجات النباتية قد تكون في الحقيقة أعلى من النسب المذكورة، وذلك نظراً لأن الطرق التحليلية المتبعة في تقديره في المصادر النباتية قد تتسبب في تفكيك جزء منه، علماً أن المنتجات الحيوانية تعتبر عادة المصدر الأهم للجلوتامين. الجرعات وطريقة تناولها: عادة ما توصف جرعات مكملات الجلوتامين بحدود 5 غرامات أو أعلى بقليل، ولا ينصح بتناول جرعات عالية منها كونها ترفع من مستويات الأمونيا في مصل الدم. وقد وجد أن أقل جرعة قادرة على التسبب بهذا الارتفاع هي 0.75 غراماً لكل كيلوغرام من وزن الجسم، أي 51 غراماً لشخص يزن 68 كيلوغرام. يذكر أن الجرعة المذكورة أعلاه هي الموصى بها لصحة الأمعاء ولتعويض النقص النسبي في مستويات الجلوتامين في الجسم، والتي تشاهد لدى الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً منخفضاً البروتين أو عند الخضريين. وبسبب عدم فعالية مكملات الجلوتامين في زيادة كتلة العضلات مقارنة بغيرها من الفوائد المثبتة علمياً، فإن الجرعة المذكورة لا تعبر عن المقدار الواجب تناوله بغرض بناء العضلات، ولكن عدداً من المنتجات التجارية يشير إلى وجوب تناول 15 جراماً من الجلوتامين يومياً موزعة على 3 جرعات كل منها 5 غرامات. الدور الحيوي للجلوتامين: يعتبر الجلوتامين الحمض الأميني الأكثر وفرة في الأنسجة البشرية، ومعظمه في الأنسجة العضلية والبلازما. له أدوار حيوية مختلفة،
فله دور في نقل النيتروجين بين الأنسجة جنبا إلى جنب مع الحمض الأميني الألانين، وله دور كطليعة لمضاد الأكسدة للجلوتاثيون وطليعة للنيوكليوتيدات، كما ينظم استقلاب حمض على أساس ويدخل في استحداث الجلوكوز كركيزة، ويمكن أيضا أن يحفز إنتاج السيترولين والجلايسين كركيزة. الجلوتامين وعلاقته بتخليق بروتين العضلات. بيّنت الدراسات المخبرية دور الجلوتامين في الحد من معدلات أكسدة الليوسين وزيادة معدل تموضعه وترسيبه في العضلات الهيكلية، مما يزيد من تأثيره عليها. كما لوحظ مخبرياً ارتباط الجلوتامين ارتباطاً وثيقاً مع توازن العضلات واصطناع البروتينات فيها، إذ تحرض الكميات الفائضة منه على تفاعلات البناء وتقلل من تهدم البروتين، بينما يسبب عوزه تدهوراً في كمية البروتين. وقد كان هذا التأثير الملحوظ مخبرياً مرتبطاً بالجرعة المستخدمة، كما لوحظ نفس التأثير المتعلق بالجرعة المعطاة في زيادة اصطناع العضلات في الجسم الحي مع الجلوتامين بشكل خاص، وذلك عند زيادة مستوياته في الدم عبر الحقن المباشر. أما عند إعطاء جرعة فموية بلغت 900 ملغرام لكل كيلوغرام من الكتلة العضلية لمجموعة من الأشخاص الأصحاء الذين يمارسون تمارين المقاومة، فقد وجد أنها فشلت في إظهار علاقة تربط الجلوتامين مع اصطناع بروتينات العضلات أو زيادة كتلتها، مما يشير إلى عدم وجود دور هام للجلوتامين في تعزيز بناء العضلات لدى الأشخاص الأصحاء. الجلوتامين وتدهور العضلات الهيكلية في بعض الحالات المرضية. بيّنت دراسة صغيرة على مجموعة من مرضى فرط كورتيزول الدم أن تناول 0.5 غرام من الجلوتامين يومياً لكل كيلوغرام من وزن الجسم يقلل من هدم العضلات نظراً لقدرتها على الحد من تحول الأحماض الأمينية الأساسية إلى جلوتامين والتقليل من استهلاك الليوسين. الجلوتامين وعلاقته بالأداء الرياضي والتحمل وإنتاج الطاقة. يلاحظ أثناء التمارين عالية الشدة وقصيرة المدة أن مستويات الجلوتامين في بلازما الدم تبقى ثابتة أو تزداد قليلاً، كما تميل للبقاء ثابتة في حال تضرر العضلات بشكل خارج عن المألوف، مما يدل على أن تناول مكملات الجلوتامين لن يعود بالنفع على التمارين الشديدة قصيرة المدة أو رفع الأثقال. وعلى النقيض تماماً، تميل مستويات الجلوتامين في الدم إلى الانخفاض في سباقات التحمل التي تزيد مدتها عن الساعتين، وهذا يعني أن تناول مكملات الجلوتامين وزيادة نسبة البروتين الحيواني في الغذاء إلى 20 وحتى 30 غراماً يمكن أن يخفف هذا الانخفاض الحاصل في مصل الدم، كما يرجح أن يقلل من تلف الخلايا المناعية المصاحبة لممارسة تمارين الكارديو لفترات طويلة. كما لوحظ أن مكملات الجلوتامين ترفع من مستوى الأداء خلال تمارين الكارديو لفترات طويلة عبر خفض مستويات الأمونيا في الجسم. يذكر أن جرعات الجلوتامين قد فشلت في زيادة معدل إنتاج الطاقة في الجسم لدى الأشخاص الذين يمارسون تمارين رفع الأثقال وغيرها من التمارين الرياضية أيضاً. السلامة الغذائية والسمية. اقترح تحديد الجرعة المسموح بتناولها من مكملات الجلوتامين ب14 غراماً يومياً بالإضافة إلى المدخول المعتاد من الحمية الغذائية، علماً أن بعض الأدلة تشير إلى عدم وجود آثار سلبية لتناول جرعات أعلى من ذلك، ولكنها غير مدعومة بنتائج طويلة الأمد بعد. كما أظهرت دراسة مجراة على أشخاص كبار في السن متوسط أعمارهم 69 عاماً أن جرعة فموية قدرها 0.5 غرام على الكيلوغرام من وزن الجسم لم تؤثر على مستويات الأمونيا في مصل الدم، ولكنها ارتبطت بزيادة مستويات اليوريا مع ملاحظة انخفاض مؤقت في معدل الترشيح الكبيبي في الكلى. شكراً لحسن استماعكم.